أجرك ياكلها هو كي يكفر يخزيانو وها هي فيني هاي بوبليسيتي من المحل ديالي هاد الطوب الاخو اللي حتى شي حاجه مرحبا بها ما شاء الله ها ما شاء الله كلاوها وما كيوكلوا فريخه ها ويا جرك ياكلها ها هو كي يكفر فريخه ديالو اللهم بارك وزيد في ذلك هادي بلانكوس ان شاء الله وما يوكلوا هاد البيض صح طريقه هاد البلانكوس هي اللي غتوكل السلام عليكم اخوان تبارك الله عليكم تحياتي للجميع والله يسخر جميع موالاة جيناكم فيديو جديد الاخوان فيديو هذا ان شاء الله انا كيقول فيه واحد المعلومه ان شاء الله معلومه اللي غتكون مهمه وفي نفس الوقت غنتولع واحد التوليعه خفيفه شريك كاسيه جبناها جديده واحد الكاسيه غنولعكم فيها وغتشوفوها كيفاش عامله واللي احتاجها بغا يعدلها مرحبا به مع اللي يتصل بيا غنجيب لها البر اللي خصو ونعدلوها له ان شاء الله المعلومه الثانيه اللي غنهضروا المعلومه اللي خصنا نهضروا عليها في هذا الفيديو هي المعلومه ديال الوقايه من الماكله الوقايه من الامراض اللي كتجي من الماكله بحال نقولوا الماكله اللي كتقدم للحمام خصها تكون مزيانه وكاليتي مزيان ونقيه ومعقمه بحال اللي كنتو كتشوفوا في الفيديو ديال قدامي غالبا الماكله كنعقمها بالشاليمو كنضرب لها الشاليمو ومن بعد الشاليمو كنغرب اول حاجه كنغرب لها عاد كنعطيها الشاليمو باش كنزول لها كنحيد الشك ديالي من الماكله باش كنعمل احتياط هذا من الماكله هذه اول حاجه من الماكله اللي كنعطيها تكون صحيه ما فيها شي سموم او لا شي دواء ولا شي حاجه كنقتل لها داك الشيء كامل هذا الفيديو هذا ان شاء الله جبنا لكم واحد ميلونج ديال فين روبايس ماركه مزيونه الاخوان وممتازه بزاف ديال برجيكا اللي الماكله اللي كتطيها ما تخافش منها مره الماكله اللي كتجي من اوروبا كتدخل مع لا برا معقمه ناضيه مغسوله خاليه من الامراض بصفه نهائيه هذه اللي عطيتيها للحمام ما تخممش مره يجيك مرض من الماكله هذه كتعطيها بلا خوف هذه ما تملى شاليمو ما تصغر بلا ما تغسل ما حتى شي حاجه كتجي معقمه مع الشريكه حمصانه ديال النبيش هاد الغبره ما تجبرش فيها وهاد الميلونج هذا اللي جبتكم رخيص في الثمن ماشي غالي بزاف كيتحرخص والا بغاه شي واحد مرحبا به راه موجود واحد هنايا ماشي غاليه بزاف الاخوان الثمن ديالها مناسب وكاليتي مزيان اللي تعطيها بلا خوف هذه ميلونج شكاره كتبقى ب 200 درهم الاخوان فيها 25 كيلو 200 درهم 25 كيلو رخيصه وممتازه بزاف شحال كطيح لك نك كيلو كطيح 8 دراهم وقيله 8 دراهم 816 هي هادي كاع كطيح 8 دراهم نك كيلو الاخوان 8 دراهم نك كيلو رخيصه مره وممتازه بزاف ولكن مفسوخه كنبيع ب 10 دراهم نك كيلو 10 دراهم نك كيلو مفسوخه وبالشكاره كطيح ب 200 درهم الشكاره بالنسبة ممتازة بزاف أنا جبت واحد الشكارة غنوريها لكم وغنعطيها للحمام دابا هادي جبتها نخليها لراسي نعطيها للحمام وأنا كنخدم حتى في البلد شني أنا كنقول لكم أنا كنغربل وكنضرب الشاليمو باش تزودوها في راسكم باش بنادم يعمل واحد الاحتياط من الماكلة عاد يشوف الاحتياطات تخرين من حاجة تخرين ملي كيجي من مار واش كتدخل الحمام واش الدنيا عندك موسخه واش كياكلوا من الوساخ بزاف ديال الحاجات هادشي هذا كامل ان شاء الله نحاولوا نعطيو فيديو كامل بهذا الشيء هذا ولكن ما نزلت فيديو شحال هادي هادشي هذا كامل نزلت عليه فيديوز ولكن دابا القناه كتزيد تطلع وكيدخلوا عندنا الناس جدادين كنحاولوا نبقاو مره نجددوا فيديوز هادشي اللي كاين باش ليكم غنولعوكم في الكاسيه اللي جبت جديده غتشوفوا الماكله كيفاش عندها تاعي بارك الله عليكم وتحياتي ليكم لا تأكل لا لا كاسية بداية في النهاية الإخوان اللي دخل جديدة بالنسبة مزيان هي كاسية الإخوان اللي دخل جديدة ديال تسعود البيوتا
وفيهم 60 سنتيم الاخوان في البيت. هذا كل بيت فيه 60 سنتيم، هاي كل بيت فيه 60 سنتيم وكاليتي مزيان، كادر كامل بالحديد مضوب بالحديد، والوجهات كارفانيزي والسطامات كارفانيزي. هاي هي الكاس ديال الاخوان، نعيدو نشتغل مزيان. شكون شاملة؟ ها انا الاخوان ديالي، هاي شاملة من داخل. والله يسخر من الجيم. هاي شكارة المثل للاخوان. فان روفايس موجودة الاخوان اللي احتاجها محضر. انا كنخدمتها بالغبرة ديالهم كنخدم بها. هاي فينيا انا نحاول تشوفوها. هاتي الاخوان شكارة. الاخوان هنا الفم اللي كاملة. هاهي نقية طوبي، نقية نقية طوبي الاخوان. النبيش هاد الغبرة ما تجبرهاش، وباش واعره فيها الدرا حمراء. الدرا حمراء الاخوان بوحدي راه كتمش تنيا الدرا. هاهي الدرا حمراء، كلشي كلشي فيها واعر صراحة. بالنسبة لي ديما كتجيني مزيانة بزاف رخيصة. هاد الجلبانة هادي كتمشي 10 دراهم حتى هي، جلبانة بيض. المهم بياس لي فيها غير الواعر، بياس هي مزيان. هانا الإخوان وجديدة بلاتها ياسر. هانا النبشة، النبشة د الغبرة مكايناش الإخوان. سوبر تبابر كيما كنقولو. أنا نعطيها الحمام دابا إن شاء الله.
أنا شو هذا صحيا صحيا هذه الدكلاش كتأتيه أنا الأخير قالت لي ما تعيشين الحياة أمين الله رضا قولوا الله يبارك بالزح هذه إن شاء الله من الاستلاصين ديالها تكاسية أو تاني ضروري من الاستلاصين ديالها والوكالات وقدر دابا نعمر فيها شي حميمات تحت فوياجو وفوقي على ثمن الراس انا الاخوان كل شيء عايش حايف احفاري خد بلانكوس الاخوان هيا في نياب بيطة ديالهم كتفقص اخليهم يوكلوهم خينيسي نخليه يوكلها شوف هم بيتا كتفقص من الجاي نخليهم هما يوكلوها تلا هاي فيني الاخوان فيا كنحس بيك يتزازع لي في يدي هاي فيني اللهم بارك وزيد في ذلك هادي بلانكوس ان شاء الله هما يوكلوا هاد البيضه صح طريقه هاد بلانكوس هي اللي غتوكل الله يسخر فيها هاك شوف لك هادي واش كتشق نورمالمون غتكون تاهي كتشق فينيا 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 باقي كيما بينا بشي هادي ما ولكن كنحس بالبيضه بحال اللي كتعوج من شي جهه سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم الله يسخر الله يسخر اللهم بارك وزد في ذلك ونجينا وإياكم من المهالك عندي حمام لا برا نخرج نوكلو المهم كان هذا هو الاخر ديال الفيديو ديالنا نوكل حميمات لا برا تلاقاو في فيديو الماجي ان شاء الله تحياتي للجميع والله يسخر جميع موال خرجوا الحميمات لا برا ياكلوا حتى هما هادي شابه صافي هادي شابة واخا هادا كلشي واعر الاخوان بس شوفوا على ميلون شو على ميلون الطوب دم ميلون ثاني فاندرو بايس طوب اخي درجي شو على ميلون هذا شو ما شاء الله ميلون شحبك شو الا ب 10 دراهم الكيلو الا ديت الشكاره كيطيح لك ب 8 دراهم فاندرو بايس هاي فين يا الشركه بوبليسيتي ماشي الشركه هذا بوبليسيتي الراسيه هذا بوبليسيتي المحل ديالي هاي فيني الشهر هاي بوبليسيتي من المحل ديالي هاي الطوفة الإخوة اللي حتى شي حاجة مرحبا بها ما شاء الله ها ما شاء الله كلاوها وما كيوكلوا فريخة ها ويا جرو كياكلها ها
هو كيوكل الفريخه ديالو، وها هي فيني ها هي. هزلو السكر اللي خصو، هزلو اللي خصو وخلو تما يصغر. كلاو السكر كامل كلاو، هاديك الشاي بقالو تما تيه. الوطن عندهم غير فروخه ديالنا، هما عندهم فروخه سخينه سيه. اللهم بارك وزد في ذلك، وانا جينا واياكم من المهالك، والله يصلح حال الجامع.